ونبدأ نشرتنا الرياضية مع معسكر منتخب الناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة، واللي هينطلق النهاردة استعدادا للمشاركة في التصفيات القارية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للناشئين. وقرر وهبة أن المعسكر هيكون مفتوح لمدة أسبوع مراعاة لتواجد اللعيبة في مدارسهم، وده لحد ما يتحول لمعسكر مغلق لحين ميعاد السفر للجزائر يوم 30 من نفس الشهر. بيواصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الدفع بعمر السلية وأليو ديانج في وسط الفريق خلال مباراة الاتحاد المنستيري التونسي في لقاء العودة بدور الـ 32 لبطولة دوري الأبطال، وده بعد ما قدم الثنائي عرض جيد جدا في المباراة الذهاب، وساعتها أبدى كولر إعجابه وقناعته بمستوى السلية وديانج في خط النص خلال المباراة، وقال إن اللعيبة قدموا المطلوب منهم دفاعيا وهجوميا علشان كده يستحقوا المشاركة بشكل أساسي في لقاء العودة. من ناحية تانية بيستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة فريرا لمباراة العودة قدام فريق فلامبو دي سنتر البوراندي بعد الفوز اللي حققه الفارس الأبيض في مباراة الذهاب على استاد برج العرب في اسكندرية، وهتتلعب مباراة العودة يوم الجمعة الساعة 7 بالليل. بيواصل فريق فيوتشر تدريباته علشان يستعد للقاء المرتقب قدام كالون اف سي بطل سيراليون في لقاء العودة من الدوري التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهتتلعب المباراة يوم الحد اللي جاي الموافق 16 أكتوبر. ونروح لمباريات ومنافسات دوري أبطال أوروبا. فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اتعادل مع بنفيكا البرتغالي بنتيجة 1-1، وده خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. سجل هدف الباريس النجم الفرنسي مبابي في الدقيقة 39 من ضربة الجزاء، وتعادل جاو ماريو في لبنفيكا طبعا في الدقيقة 62 برضو وده كان عن طريق ضربة الجزاء. بالنتيجة دي بيتأجل تأهل لدور 16 من دوري أبطال أوروبا. ميلان الإيطالي خسر على أرضه من تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم على ملعب سان سيرو، وده كان ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. بالنتيجة دي اعتلى فريق تشيلسي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقط، أما ميلان فوصل لرصيد 4 نقط بس. اتعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع فريق شختار الأوكراني بنتيجة 1-1 في المواجهة اللي جمعت الفرقتين على ملعب الجيش البولندي ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وحسم ريال مدريد تأهله لدور 16 بدوري الأبطال وتصدر ترتيب المجموعة الستة برصيد 10 نقط، أما شختار بيحتل المركز الثالث برصيد 5 نقط. كمان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي اتعادل مع فريق كوبنهاجن الدنماركي 0-0 في المواجهة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وفي نفس المجموعة حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة بروسيا دورتموند الألماني ضد إشبيلية الإسباني في اللقاء اللي جمع الفرقتين امبارح، وبكده ضمن مانشستر سيتي التأهل لدور 16 بالبطولة في دوري أبطال أوروبا عن المجموعة السابعة، وبيحتل السيتي المركز الأول برصيد 10 نقط، وبروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 7 نقط، وإشبيلية الإسباني في المركز الثالث برصيد نقطتين، وبنفس الرصيد كوبنهاجن الدنماركي صاحب المركز الرابع والأخير. مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، ونروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية.